يا حبي. تمام تمام في جنبك على اليمين في اربع زراير تحت بعض، في زرار عنده علامة كوباية واحدة وفي زرار عنده علامة كوبايتين، اختار اللي عنده كوبايتين ده. بص تمام، نزلنا عبى مية واشتغل ولا قالك ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، هنا واحداث اللقاء الثاني من اليوم الثاني لبطولة امز للمدارس الدولية ما بين فرقتين، فريق ماك هنا التيشيرت الابيض في الاسود وفريق البي سي سي اي اس بالتيشيرت الابيض. بدايه هذا اللقاء بس عبيها بقى، يعني عبيها المره لقاء يتسم بالقوه ويتسم بقى بالجديه والحماس والاثاره، وبدايه المباراه بدايه قويه كده من فريق البي سي سي اي اس اللي بيهاجم واللي بيحاول، ولكن بقى خديجه حارسه المرمى حتى الان تتصدر للكره اللي وصلت على يعني منطقه المرمى. مره ثانيه وصلت كرة عند الدفاع، تروح عند رقية وتبقى وصلت تحط لسليلة، وجه الاستلام حلو قوي من اللاعب هنا بعد جنى، ولكن جنى تلعب مرة ثانية وتاخد الكورة من ورا من أول وجد من أول ما حطيت مية صح؟ تمام، يبقى كده كانت ناقصة مية الدفاعية وتضيع أول فرصة حقيقية على المرمى بعد تمام عمل الصوت بتاعها على المرمى، ولكن تألق الفرصة كرة عالية هتنزلهم في الحوض عادي، اعمل كوبايتين كانك هتعملهم من الأول تاني الأول عشان تعمل على النظافة، هتلاقي فيه زرار رابع آخر زرار ده اللي بيحصل تدخل هنا من اللاعبين رقم 17 فريق الاهلي، عشان كده هنبقى سوبر بول جاهزين، ما جاش عليهم ميه تمام، انت دوس بس على كوبايتين وحط الكوبايتين وهتشتغل معاك وخرجتها الى خارج الملعب والى ربيع عملت وبتقلب دلوقتي صح؟ افتح كده شوفها بتقلب ولا افتح الغطا عادي كابتن شاهين المغربي بس شكلنا الغطا وهي هتتعمل حط الكوبايتين مباراة نسيت الأمس اللي كانت متألقة حقيقة كابتن شاهين المغربي يا رقية ركلة ركنية من الجبهة الشمال لصالح فريق ماك، ادي رقية حط لسيلينا وضع حضية وضع ممكن ممكن ولكن على طول يلا يلا سامح 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 حنان كل واحد حنان يا ضاغط ضاغط يلا روحي يعني يلا يلا يا المغربي بتشير بخطا للحارس حارس الحقيقه ايمي يا حبيبه بعد تدخل من حبيبه في المحطه اللي فاتت طويله وعاليه يلا 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 فريده وتحاول ان هي تاخد الكره فريده ولكن ترجع مره ثانيه عند سليمه ومحطها لك في اليمين ولكن تطلع وتخرج الى خارج ارضيه الملعب وتنمي التماس لصالح فريق يلا يا روكا يلا يا روكا على الخط على الخط على روكا حبيبي ايوه يلا يا سليمه يلا يا سليمه ضغط ضغط ولكن الابعاد الدفاعي ارجع يا حبيبه ارجع الطريق اللي امامنا كنزي كنزي لعيب على الدفاع هنا من جوانا كل واحد سلينا اللي كان عندها انقاذ من افضل الانقاذات في هذه البطوله يبقى نفس اللي كان امبارح واللي لالت بقى التصفيق الجميل على التصفيق الجميل والكره مره ثانيه لعلى منطقه الجزاء ولكن جوانا هنا صخرة الدفاع قلب الدفاع الناقد جمال 71 عن طريق اللعيبة التماس من الجبهة الشمال بنصيب فريق فريق ماك فريق ماك ده عنده عايز تصوير بس لو ينفع ورا عشان يعرف يصور مش بمنطقه جس النقط او بمرحله جس النقط حقه زياده عن اللازم لا الفرقتين داخلين عندهم توزع تسجيل ارضي بدري بدري علشان عن اللجوء الى الحساب لذلك سجل بدري بدري على يحرس بدري بدري ولكن لحد في هذه المباراة. انطلق على طول من نور
لم تتجاوز الكره رمت التماس اخطت التماس لحد فريده اللي بتحاول ترجع مره ثانيه عند فريده لرقيه وادي رقيه محاوله كده لكن استخلاص مساحي هنا من اللعيبه كنزي حطت اليمين عن طريق اللعيبه نور وادي نور بتسدد هدف اول محقق من الثلاثه رقيه نور نور نص الملعب مثال لاي فريق يحقق نص ملعب قوي اكيد هتمتلك زباب الامر. هاني شوبانه تلعبها باتجاه سليله ولكن تطلع الى خارج ارضيه الملعب. رمي التماس عند ملك تلعب ملك رمي التماس ولكن بتحول مره ثانيه لصالح ملك على تنفيذ رميات التماس هنا وابعاد من رقيه رقيه بنشوفها يعني في بطيئه نص الملعب وبتعمل الزياده الهجوميه زيها زي سيلينا بالظبط رقم 7 بينما بقى سايبين الامور الدفاعيه هناك عند اللعيبه جماله رقم 71 تقدموا الكوش ده جماله بقى بسم الله ما شاء الله يعني اللعيبه برج المراقبه اللي هنا في بطيئه الدفاع اللي بتصطاد كل صغيره وكل كبيره سلام هنا من جنب لعيبه جودي بتحاول ولكن كنزي جودي وكنزي حصل على طول عند اللعيبه فريده وانفراد فريده وخديجه ولكن خديجه على مرتين وصلت الاولى وصلت للثانيه وادي نور بتحاول بقى تضيء الفرصه اللي ولكن نور كمان بتضيع الى خارج ارضيه الملعب فرصه بسبع ارواح وادي هنا اصابه بقى اصابه للحارسه خديجه بعد المجهود الحقيقه بقى اللي بذلته في الفرصه اللي فاتت وسقوط على ارضيه الملعب ونزول الجهاز الطبي على طول الى ارضيه الملعب للاطمئنان على السرير جدا في المنطقه الهجوم تشجيع هنا مقطوع نظير من فريق ماك حقيقه يعني احسن حاجه في فريق ماك علمنا الروح اللي خارج الخطوط عاملين حاله من التشجيع وحاله للملعب جميله جدا يعني من افضل الجماهير اللي تواجدت هنا في ارضيه الملعب فريق ماك بالروح اللي عاملينها في ارضيه الملعب وفي التشجيع المستمر والمتواصل لفرقتهم من خارج الخطوط واللي بينعكس على اداء لاعبتهم داخل الملعب مهم جدا ان انت تكون تمتلك قاعده جماهيريه كبيره، فريق ماك الحقيقه بيمتاز بالنقطه دي عندهم جماهير بتشجع وبتهازم حتى اللحظات الاخيره لما بيشجعوا في حاله الحصار وفي حاله دفاع واحدة من الأعمدة الأساسية في المنطقة الدفاعية. ركلة ركنية هنا من الجبهة الشمال عند اللعيبة نور ولا رمي التماس بناء بقى على صفار أو الكابتن هنا شاهين المغربي حكم الساحة المميز مرة تانية على هجوم منطقة الجزاء عند فريدة وادي العرضية هناك على الجبهة اليمين عند كنزي ادي كنزي استلام بمهارة بتلف وبتدور بتحط هناك عند اللعيبة فريدة لكنزي مرة تانية لا تعمل عرضية خطر وشوف فريدة أو شوف خديجة هنا بمسألة هذه الحارسة بقى اللي لحد دلوقتي هي أبرز عناصر فريق ماك في هذه المباراة. هذه عرضية ولكن خديجة على مرتين وفرصة هدف اول للبي سي سي اي اس
خاطف في النتيجه. هلا بقى نتيجه هي بقى استمروا في الضغط واستمروا في السعي، فكان الوصول امر حتمي الى المرمى. وان كانت خديجه بقى هي زادت او يعني اجادت في المرمى حتى بقى ان اتت لحظه الحقيقه. مره ثانيه ولكن التسديد هنا الى خارج الملعب من فريده اللي بتسدد بكل ما اوتيت من قوه، ولكن بتمر التسديده الى خارج الملعب. واحد لا شيء. لو سمحت حضرتك معلش انا في انتوا قاعدين يعني خليكم مكانكم بس وانتوا قاعدين انتوا واقفين كده مش جايبين حاجه خالص. فريق مبيز لو شفنا امبارح كان لعب يعني مر كده بمرحله ما كانش فيها توفيق، سوء حظ كان بيقابله في المواجهات اللي خاضها فريق مان، لكن النهارده بقى شايفينه على ارضيه الملعب. الحقيقه بقى منظمين بشكل كويس على ارضيه الملعب، بيبادلوا الكوره ما بين الاقدام بشكل سلس وسهل. تالق حارسه المرمى مع جمال رقم 71 في خط الدفاع عاملين شكل كويس بالخصوص على ارضيه الملعب من فريق مان. يعني في المقابل بقى فريق البي سي سي اي اس بيمتلك يعني قوه فتاكه في المنطقه الهجوميه، ولكن انت تتخيل ان اللي سجلوا الهدف هي لاعيبه رقم 7 لاعيبه جنى خط الدفاع. بالاثنين تشيد بالمهاجم وتشيد بحارس المرمى ايضا، لان ده عملها كويس وعملها كويس، لازم ندي كل حد حقه. يعني انطلقت الحقيقه حبيبه وعملت انفراد ووجدت نفسها في مساحه وتالقت حارسه المرمى باهمي اللي كانت في اللقطه اللي فاتت وشالت الكره. لا يقل اي اهميه على تسجيل الهدف الى خارج الملعب، ولا لكن التماس والضغط المتواصل هنا من فريق البي سي سي، ولا التدخل من الكابتن بقى شاهين المغربي، واعتقد في تغيير لرميه التماس او في اعاده لرميه التماس. بالفعل تغيير لرميه التماس. رميه التماس مسلسل بقى يعني ايه الانفرادات والفرص اللي بتطلع هنا من اللعيبه حبيبه عدت الحقيقه، لكن الميزه فيها ان هي وتتواجد في المساحه. ده شيء نفسه يعني يخسر الحقيقه الحبيبه حبيبه ممكن رفيعه وممكن سلينا بطلت سلينا، لكن ترجع وتعمل الوجه الدفاعي. وادي سلينا خطر قوي مفيش اوف سايد بقى. شوف ملك ارتداء دفاعي والتزام دفاعي والتزام ولسه الباقة شغالة. وادي رقية بتحاول ولا بقى حبيبة في اللقطة اللي فاتت ضغط مستمر من ملك ضغط عالي من ملك. ادي الفرصة الثالثة وهل تكون اعتقد ايه يا جماعة جماعة قول بعد اذنكم اما تقعدوا. واعتقد في تبديل ده مفيش خالص من سي اي اس ونزلت. جماعة بعد اذنكم لاعبة رقم 30 سارة هاني. يعني بقى فكر المدير الفني لان حبيبه الحقيقه اتيح لها اكثر من فرصه ما قدرتش ان هي تستخدمها. وفي هذه اللحظات وفي هذه الاثناء صفقت نهايه الشوط الاول من هذه المباراه.